مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 6 اليونت السادس الدرس السادس. عنوان الدرس Fuad's First Meal in Japan، وجبة فؤاد الأولى في اليابان. ذكرنا بالدروس السابقة أن فؤاد ويوكي التقوا بالمطار، ويوكي أخذ فؤاد لبيت عمه. فهذا الدرس هو اللي يوضح لي انه بعد ما التقى بيوكي واخذ البيت عمه راح يروح هناك ياكل اول وجبه يابانيه في اليابان. ففؤاد's first meal in Japan، وجبه فؤاد الاولى في اليابان، وجبه يقصد بها وجبه الطعام. بالبدايه ايش يقول لي؟ يقول لي listen، استمع، read، اقرا، then look at the differences between Japan and Iraq، ثم انظر بين الفروقات او انظر في الفروقات بين العراق واليابان. إذن راح نلاحظ إنه العراق واليابان يختلفون من حيث الأكل، من حيث طريقة الأكل، من حيث المأكولات اللي يأكلوها، من حيث طريقة الطبخ إلى آخره. فيقول لي انظر أو اقرأ هذا النص، الأستاذ راح يقرأ هذا النص، استمع له هو يقرأ هذا النص، ومن ثم أنت حاول تكتشف الفروقات بين العراق واليابان من حيث هذه الوجبات أو من حيث هذا الأكل. فبالبداية مستر أونو أو ميسيس أونو، السيدة أونو اللي هي والدة يوكي، شو تقول له؟ تقول له come and eat فؤاد، تعال وكل يا فؤاد. Are you hungry؟ هل أنت جائع؟ فؤاد يرد عليها yes I am، نعم أنا كذلك. But where do I sit؟ لكن أين سأجلس؟ يسألها، قالت له تفضل خل أقدم لك وجبة أكل، أو تفضل أنت أكيد جوعان تفضل أكل. قالها نعم أنا جوعان، لكن أين علي أن أجلس؟ فيوكي يقول له we don't sit، نحن لا نجلس. شوف هو ايش يقول له، يقول له where do I sit، اين اجلس. يوكي يرد عليه يقول له we don't sit، نحن لا نجلس. on a chairs، on chairs على الكراسي. when we eat، عندما ناكل. we kneel، طلاب ركزوا هاي الكلمه جدا جدا مهمه. kneel معناها نركع، نحن نركع بهاي الطريقه عندما ناكل. يقول له يعني احنا مو مثلكم، انتم بالعراق تقعدون على كراسي أثناء الأكل، أما إحنا نيل. شنو معنى نيل؟ نركع، نركع على الأرضية. and on the floor، على الأرضية. like this، بهذه الطريقة. ليوضح للفرق بين العراق واليابان من حيث طريقة الأكل. فيرد علي فؤاد I see. هنا أنا I see معناها لقد فهمت، مو معناها أنا أرى، لقد فهمت، فهمتك. we sit on the floor in my house، قال له إحنا بالعراق بيتنا نجلس على الأرض. يعني بعض العوائل تجلس على كراسي إذا عندهم مائدة أو طاولة يقعدون يأكلون عليها، أو بعض العوائل يقعدون على الأرض، يجلسون على الأرض. إذن باليابان نيل، يركعون. بالعراق sit، يجلسون. هذا أول فرق عرفناه بين العراق واليابان من حيث طريقة الأكل. وراها مسز أونو، تجع السيدة أونو أو الأمية أم يوكي، let's eat then، دعونا نأكل إذن. فؤاد يرد عليها What are these؟ ما هذه؟ شال ذني الأعواد وقال له شنو ذني؟ شنو أسوي بيهن؟ فيوكي يرد عليه يقول له ذني chopsticks. شنو معنى كلمة chopsticks؟ هاي كلمة جدا مهمة، معناها عيدان الأكل. يمكن شايفين بالأفلام أو بعض الأفلام الكارتون أو الأنيميشن إنه باليابان ما يستخدمون الملاعق، وإنما يستخدمون عيدان الأكل اللي نسميهن chopsticks. هاي كذلك الكلمة جدا مهمة، حاولوا تحفظوها. In Japan we always eat with chopsticks، قال له في اليابان نحن دائما نأكل بهذه الملاعق. قال له oh in my country، طبعا فؤاد يرد عليه يقول له في بلدي we usually eat with knives forks and spoons، قال له احنا دائما بالعراق نأكل باستخدام knives السكاكين، forks الأشواك يعني الشطل، and spoons والملاعق. فبعد ما صارت هذه المحادثة قريناها، طبعا بالمنهج القديم كان هذا الدرس والدرس اللي راح يجي إن شاء الله كلهم درس واحد، فراح تلاحظ أنه بالدرس القادم نفس العنوان، أما عنوانه فؤاد First Meal in Japan، وجبة فؤاد الأولى في اليابان. شوف هنا أنا كاتب لي Part A الجزء الأول، والدرس القادم ناخذ الجزء الثاني اللي يكمل بباقي المحاورة اللي دارت بين فؤاد وعائلة يوكي. إذن عرفنا الفروقات الآن، عرفنا فرقين بين العراق واليابان من حيث الأكل. الفرق الأول أنه باليابان they kneel، يركعون مو يجلسون. بالعراق they sit، بالعراق يجلسون. هذا الفرق الأول أثناء الأكل. الفرق الثاني أنه in Iraq، في العراق
We eat using spoons, knives and forks. نأكل باستخدام السكاكين، الملاعق والأشوال. بينما in Japan, في اليابان, they eat using chopsticks. يأكلون باستخدام أعواد الأكل أو عيدان الأكل. الآن ننتقل لكتاب النشاط. لحد الآن هذني المعلومتين اللي طلعناها المهمات، بس ما راح نعرف شلون تجينا لحد ما هسه راح نجي نشوف بكتاب النشاط شنو اللي ممكن الطريقة اللي تجينا بها هذه المعلومتين بالامتحان. التمرين رقم واحد يقول لي look at lesson 6 and 7. شوف أنا يقول لي انظر إلى الدرس السادس والسابع، يعني لازم نروح نكمل باقي المحاورة اللي دارت بين فؤاد ويوكي. احنا ان شاء الله راح ناخذها بالدرس القادم، بس احنا راح نحاول نحلها بدون ما نرجع للدرس السابع. In the student's book، بكتاب الطالب، تيك، شوف هنا انا ركز وياي، تيك معناها ضع صح، the true statements، ضع صح على اما على اليابان او على العراق. يعني مثلا people kneel on the floor when they eat، ركزوا وياي، يقول لي الناس kneel، قبل شويه قلنا شنو معنى kneel؟ تركع او يركعون. الناس يركعون on the floor على الأرضية when they eat عندما يأكلون. من هم الناس اللي kneel يركعون مو يجلسون؟ إيراك لو جابان. احنا ذكرنا بالقطعة او المقطع النصي او المحاور اللي دارت بين فؤاد وعائلة يوكي ان الناس اللي تركع اثناء الاكل هم جابان. فهنا انا اقول لي ضع صح على اما اليابان او العراق، او بعض الجمل يجوز تخلي صح عليها الاثنيناتهم، العراق واليابان مشتركين بيناتهم. بس هاي المعلومة الاولى. المعلومة الثانية، people sometimes sit on the floor when they eat. الناس بعض الأحيان تجلس على الأرض عندما يأكلون. من هم اللي يجلسون على الأرض عندما يأكلون؟ بالعراق. إذن أقول له أخلي الصح على العراق. النقطة الثالثة، people always cook fish. شوف هنا أنا بالدرس القادم راح نأخذ معلومة إنه اليابانيين مو دائما يطبخون السمك أثناء أكله. يعني مثلا أكلة السوشي السمك يكون في بعض الشيء يأكلون السمك، بعض الشيء ني بدون طبخ. إذن إحنا دائما بالعراق دائما نطبخ السمك. إذن أقول من هم الناس اللي دائما يطبخون السمك عندما يأكلون؟ أقول لا، عراق، أخلي صح على العراق. بينما باليابان مو دائما يطبخون السمك، بعض الأحيان يأكلون ني مثل أكلة السوشي. اللي بعدها، people always cook meat، الناس دائما تطبخ اللحم. احنا بالعراق دائما نطبخ اللحم، اذا هذا الصح خاص بالعراق. باليابان بعض الاحيان يطبخون اللحم، وبعض الاحيان يطبخون اللحم لكن مو بمستوى كامل، يعني يطبخوه بشكل قليل. اذا هو مهم كذلك يطبخوه، ماكو واحد ياكل اللحم ني. اذا هذا الشيء مشترك بين اليابان والعراق، اليابان والعراق اثنيناتهم يطبخون اللحم، لكن السمك فقط بالعراق، باليابان مو دائما يطبخون السمك. اللي بعدها، people sometimes eat with knives, fork and spoons. الناس عادة ما تأكل باستخدام السكاكين والفوركس الأشواك والسبونز الملاعق. من هم اللي يأكلون باستخدام الملاعق أو السكاكين أو الأشواك؟ أكيد هذا من العراق. بعد واليابان ذكرنا إنه باليابان يأكلون باستخدام الشوبستيكس. الشوبستيكس معناها عيدان الأكل. هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد. طلاب هنا من الممكن الأستاذ يجيبه بس مو بهاي الطريقة. هذا التمرين من الممكن إنه يجي لكن مو بهاي الطريقة. لعل الأستاذ شلون يجي؟ ركزوا وياي. على سبيل المثال يجيب لي الجملة الأولى، شو يقول لي؟ يقول لي people فراغ on the floor when they eat and يكمل ياها in Japan. ركزوا وياي، الناس فراغ على الأرض عندما يأكلون في اليابان. احنا نعرف إنه باليابان شو يسوون أثناء الأكل؟ نيل. فكلمة نيل يشيل ليها يخلي ليها أعلى التمرين ويقول لي أسقط الكلمة بالفراغ المناسب، أو يجيب لي إياها اختيارات. مثلاً يقول لي sit لو نيل، فأنت المعلومة حافظها إنه باليابان نيل، لكن إذا شال اليابان وخلالي إيراك إيش راح أقول له؟ راح أقول له sit، وهكذا مع البقية. على سبيل المثال النقطة الخامسة، people sometimes eat with knives, forks and فراغ إيه؟ وكمل ليها إيه؟ عراق. فأنت تعرف بالعراق يأكلون باستخدام السكاكين، الأشواك وفراغ. شنو هو الفراغ أو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كلمة spoons. spoons معناها ملاعق. كذلك كلمة spoons يشيل ليها يخلي ليها أعلى التمرين ويقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب. أو يقول لي على سبيل المثال people sometimes eat with
فراغ in Japan. شوفوا لنا الفكرة شلون راح تكون. وهمنا الكلمة المناسبة للفراغ خلي جاب على التمرين. احنا نعرف ان الناس تأكل باستخدام شنو باليابان؟ باليابان يستخدمون باستخدام او يأكلون باستخدام chopsticks. chopsticks معناها او سميناها عيدان الاكل. هذه المعلومات ضروري ان تحفظها لانها مهمة بالامتحان التحريري، تجيك اما على شكل اختيارات او على شكل اسقاطات مثل ما وضحنا، اما على شكل اسقاطات او على شكل اختيارات، اذا هو سؤال متعلق بالمفردات. اما تمرين رقم 2 complete the sentences about Japan، اكمل الجمل التالية عن اليابان. اني هسه شو يقول لي؟ يقول لي باستخدام اما always. always معناها دائما، sometimes معناها بعض الاحيان، او باستخدام never. never معناها ابدا، ابدا ما يسوون هذا الشيء. يعني على سبيل المثال people فراغ kneel on the floor when they eat، الناس فراغ يركعون على الارض عندما ياكلون. طبعا هذا الحكي عن شنو يقول لي؟ هذا عن اليابان، بدنا نحكي عن العراق حاليا. هاي الجمل كلها متعلقه باليابان. هسه الناس دائما تركع عندما تاكل، لو بعض الاحيان تركع عندما تاكل، لو ابدا ما تركع عندما تاكل في اليابان. احنا قلنا باليابان always دائما يركعون اثناء الاكل، او طريقه جلستهم اثناء الاكل بطريقه الركوع. نمبر 2 او الجمله بي people فراغ sit on the floor when they eat، باليابان الناس فراغ يجلسون على الارض عندما ياكلون. احنا باليابان يجلسون على الارض، قلنا دائما يركعون، اذا هم ابدا ما يجلسون، اذا اقول له never. النقطه الثالثه او النقطه سي people فراغ eat with chopsticks، الناس فراغ تاكل باستخدام عيدان الاكل. شنو كلمه الناس الفراغ؟ دائما ياكلون باستخدام عيدان الاكل، لو بعض الاحيان لو ابدا ما يستخدمون عيدان الاكل. دائما اقول له always. اللي بعدها people فراغ use knives forks and spoons، زين يستخدمون الملاعق الشاشواك السكاكين. باليابان يستخدمون الرمور اثناء الاكل، قلنا هم دائما يستخدمون chopsticks، اذا هم ابدا ما يستخدمون هذه الامور اللي هي الملاعق والسكاكين اثناء الاكل، طبعا مو اثناء الطبخ. people فراغ eat with a raw fish، هاي كلمه جديده راح ناخذها بالدرس القادم. raw معناها ني او شيء ما مطبوخ، الاكله ما مطبوخه. الناس فراغ ياكلون السمك ني. احنا ذكرنا بالقطعه او راح نذكر ان شاء الله بالدرس القادم انه هم مو دائما يطبخون السمك ولا دائما ياكلونه. اذا بعض الاحيان sometimes معناها بعض الاحيان ياكلون السمك ني، مثل اكله السوشي. اللي بعدها people فراغ cook meat، الناس فراغ تطبخ اللحم. هذا دائما يطبخون اللحم، ماكو واحد ياكل اللحم ني، اذا اقول له always. هذا كل ما يخص تمرين رقم 2. كذلك هذا التمرين من الممكن أن الأستاذ يجيبه، لكن كذلك مو بهاي الطريقة، من الممكن يجيب لي اختيارات. يعني على سبيل المثال people فراغ cook meat، يقول لي always لو sometimes لو never. هنا أنا لازم أنت تعرف الاختيار المناسب لهذه الجملة حسب معنى الجملة، أو يجيب لي طريقة أخرى. مثلا يقول لي people always فراغ on the floor when they eat in Japan، الناس فراغ أو دائما فراغ على الأرض عندما تأكل في اليابان. أنت تعرف أنه باليابان they kneel يركعون، نفس ما وضحناها بتمرين رقم 1. إذا كذلك هذا التمرين مهم، أما يجينا على شكل اختيارات أو على شكل إسقاطات. اللي بعدها use your answers in exercise A and 1 and 2، يقول لي استخدم إجاباتك بتمرين رقم 1 و 2 to write about the differences between Japan and Iraq، لكي تكتب الفروقات بين اليابان والعراق. هاني صارت عندي مجموعة من المعلومات عن العراق واليابان، فيقول لي سوي لي جمل باستخدام هذه المعلومات. على سبيل المثال هو مطين مثال in Japan، في اليابان people always، الناس دائما شو تسوي؟ kneel تركع on the floor عادة أو دائما ما يركعون على الأرض when they eat عندما يأكلون. هذه المعلومة شرحناها أو وضحناها تمرين رقم 1 و 2. But in Iraq، يقول لك لكن في العراق we sit، نحن نجلس on the floor على الأرض when we eat عندما نأكل. زين تقدر تطلع لي بعد فروقات ثانية؟ نعم، مثلا in Japan
في اليابان they always eat with chopsticks. دائما ما يأكلون باستخدام أيدان الأكل. But لكن in Iraq, لكن في العراق we always eat with spoons. دائما ما نأكل بالملاعق, knives, السكاكين, forks, الأشواك إلى آخره. هذا مجرد نشاط صفي يقول لك استخدم المعلومات اللي عرفتها عن الفروقات بين العراق واليابان في تكوين جمل مفيدة تميز بها بين العراق واليابان. أما تمرين رقم 4 write sentences about your day using always, usually, sometimes and never. قل لي زين أنت تعرف استخدامات الـ always اللي معناها دائما, usually معناها عادة, never معناها أبدا إلى آخره. سوي لي جمل عن نفسك أنت, يعني على سبيل المثال I always wake up at 7 a.m. أنا دائما أصحى الساعة 7. I never drink coffee. أبدا ما أشرب قهوة. أضرب لك مثال آخر. أقول له I always sleep early. أنا دائما أنام باكرا. I never eat sushi. أنا أبدا لم أكل السوشي أو ما أكلت أو لن أكل السوشي. بعد I often go to the park on weekend. أنا عادة ما أذهب إلى المتنزه في عطل نهاية الأسبوع إلى آخره. كذلك هذا التمرين تمرين مجرد نشاط صفي يقول لك استخدام ظروف التكرار اللي أخذناها بالسابق تحاول تسوي لي جمل مفيدة عن هذا الموضوع وعن هذه الأدوات. لحد الآن فقط تمرين رقم 1 وتمرين رقم 2 مهمات. هسه نجي على تمرين رقم 6. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. من الممكن أن يجيك على شكل إملاء, على شكل إسقاطات, على شكل اختيارات. كل جملة من الممكن تجينا بالامتحان بطريقتها الخاصة. هو شلون شي يقول لي؟ يقول لي أنا منطيك فد تلميح أو فد سؤال ومنطيك عدة مربعات تجاوب هذا السؤال. يعني لأن المربعات كل مربع تكتب بها حرف, ما يصير الكلمة تكون مثلا أكثر من 4 حروف حسب المربعات اللي أنا منطيك إياها. مثلا the opposite of hot, عكس كلمة hot شنو؟ احنا نعرف أن عكس كلمة hot, hot معناها حار, cold معناها بارد, بشرط أن الحروف الكلمة بعدد المربعات. هذه الكلمة إملاء مهم. أنت تعرف سابقاً, يعني ما أخذيها سابقاً بالسادس ابتدائي كذلك ولو متوسط, أنه hot معناها حار, cold معناها بارد, هذني معاكسات للحفظ إملاء. It's between 2 and 4, شيء بين الاثنين والأربعة. شنو اللي بين الاثنين والأربعة؟ الثلاثة. فأقول له 3, أكتب كلمة 3 على أن لا تتجاوز حروفها المربعات اللي منطيني إياها. Smaller than city, أصغر من المدينة, bigger than a village, وأكبر من القرية. شنو الكلمة المناسبة؟ هم لازم 4 حروف. كلمة town, town بلدة. اللي بعدها the fourth month of the year, رابع أشهر السنة. احنا حافظين أشهر السنة بالتسلسل January, February, March, April. إذن الشهر الرابع هو شهر April. أكتب له April. اللي بعدها when you use a question, you, عندما تستخدم السؤال, يعني عندما تعطي جملة استفهامية معناها أنت إيش تسوي؟ إذا تسأل فأقول له ask. ask معناها يسأل. the opposite of start, كذلك هذه مهمة للحفظ إملاء, عكس كلمة يبدأ أو يشغل شنو؟ stop. stop معناها يتوقف, يشغل ويتوقف. they live, طبعا هذه كلمة أو هاي الجملة من الحفظ إملاء. they live in the sea, تعيش في البحر. شنو هو الشيء اللي يعيش بالبحر؟ أكيد الفيش. شنو هو الفيش؟ السمك. بعد you are in it now, أنت فيه الآن. شيء يسألك, طبعا هذا السؤال كلش ذكي, يسألك يقول لك أنت حاليا وين؟ طبعا هذا السؤال لما أنت تجاوب عليه أكيد تكون في المدرسة, فأقول له school. طبعا هسه واحد من الطلاب شي يقول لي, يقول أستاذ ليش ما أخلي كلمة class؟ class معناها بالصف, أنا حاليا بالصف لما جاوبت على هذا السؤال. نعم صحيح, لكن هو الحروف اللي منطيك إياها كلمة كلاس كم حرف؟ 1, 2, 3, 4, 5.
هو كم حرف معطيني؟ 1 2 3 4 5 6. إذن هنا أنا ما مسموح لي أستخدم كلمة كلاس، ليش؟ لأن حروفها ما متناسبة ويا المربعات اللي معطيني إياها. بعد yes I agree، نعم أنا موافق. إذا كلمة إذا أنت توافق على شخص أو توافق الرأي شو تقول له؟ تقول له okay. okay معناها موافق. It gives us light and heat، تعطينا اللايت الضوء، هيت الحرارة. شنو الشيء اللي موجود بالكون يعطينا الضوء والحرارة؟ الشمس. فأقول له sun. وراها شيء يقول لي، يقول لي حاليا هذا بالطول سوالي كلمة، تقدر تعرف لي هاي الكلمة شنو؟ لاحظ الكلمة اللي صارت عندنا chop sticks. chop sticks معناها عيدان الأكل. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 من امتحان التحرير. نقطة A والنقطة F هذني للحفظ إملاء، باقي النقاط من الممكن أن يجيب ليها على شكل إسقاطات أو اختيارات، كيف المدرس من الممكن يجيب ليها أما على شكل اختيارات أو إسقاطات. على سبيل المثال يقول لي they live in the sea، وخلي يمطيني فرار، يعيش في البحر. شنو هذا الشيء اللي يعيش في البحر؟ فأنت تروح تشوف الكلمات، يا كلمة من ذلك الكلمات تعبر عن شيء يعيش في البحر اللي هي كلمة فش على سبيل المثال، تسقط الكلمة أمام الفراغ المناسب لها. إذن هذا التمرين كذلك تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. هذا كل ما يخص درسنا هذا اليوم. لاحظنا أن درس بسيط جدا وبه كثير من المواضيع المهمة أو التمارين المهمة. حلينا هاي التمارين، عرفنا شلون تجينا بالامتحان، عرفنا شلون نجاوب عنها، استخرجنا الفرق أو الفروقات بين العراق واليابان أثناء الأكل، من حيث الأكل، من حيث طريقة الأكل، من حيث الأدوات اللي يستخدموها بالأكل إلى آخره. الدرس القادم اللي هو وجبة فؤاد الأولى في اليابان، لكن الجزء الثاني راح نتعرف على فروقات أكثر بين العراق واليابان بالأكل أو باستخدام الأكل أو عن طريق الأكل. فحاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحوموها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. من الممكن أن تجيك بالسؤال المخصص للمفردات أما على شكل إسقاطات اختيارات، كذلك أطلع عن بعض الكلمات للحفظ كإملاء، وكذلك من الممكن الأستاذ يسألني عنها من داخل الصف كتحضير يومي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون معي على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.